جولة على عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. أكيد رح نتلقى اتصالاتكم بهالفترة كمان. طبيعي. نبدأ العناوين مع صحيفة الأخبار اللي أكيد ملف الانتخابات هو الطاغي على العناوين. انتخابات 2018، الحريري يدعم عمته في صيدا، على شو حايصة؟ البقاع الغربي، المستقبل لا يرى إلا مراد، زياد حواط فوبيجو القوات، السيد الذي لم يغادر البقاع يوما، وأكيد الصورة من صيدا. يعني الأخبار أبدا منا هيك متحيزة، لا واضحة. هلأ كل الأعلام واضح منا وجر عادي يعني. لا إنه إيه بس إنه هيك يعني. جريدة نعم. قبل بنتابع كمان مع اتصال. ألو. ألو. بونجور مدام. صباح الخير. صباح النور. يعطيك ألف عافية أستاذ عبدو مدام نتالي. يا هلا مدام. وإن شاء الله يا رب نهار التنين منكون عم نزلغت بإذن الرب. أكيد يا رب. والله يخلينا هالجنرال يلي عطينا الأمل بلبنان وعطينا الفرح والسعادة، وبإذن الرب العهد القوي بعهد هالجنرال. أكيد. ويعطيكم ألف 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 عافية لإلا هالمحطة الكريمة يلي ما بتترك ولا أي مناسبة إلا ما بتنقلها عبيوتنا. الله يقويكم من كل قلبي بلكن إياها. معك جورجيت جبور مهاوج. أهلا وسهلا مدام جورجيت. مرسي حبيب العالم. يا هلا يا هلا فيك. باي باي. أهلا وسهلا فيك. مذكركم بأوتلت 88 يلي كمان بهالفترة صار عنده تشكيلة جديدة للألبسة النسائية الرسمية حتى قياس 5XL، وايضا للبدلات الرجاليه الرسميه والرجال الاعمال ايضا بمقاسات كبيره. واذا بدكم فيكم تشوفوا التصاميم الجديده والازياء الجديده على صفحتهم على الفيسبوك اوتليت 88. اكيد المبيع بالجمله والمفرق والعنوان واحد، اوتوستراد الصفراء باتجاه جبال سنتر الاديسي صوفي الطابق الثاني. شكرا لكم ولا مشاركتكم ايضا بالاتصالات. الو. الو بونجور. بونجور. كيفك عبدو؟ الحمد لله. كيفك ست نتالي؟ يا هلا منيح الحال، انت كيفك مدام؟ الحمد لله. معك كون كارولين انا من الشمال ومنتخب اشرفيه. اشرفيه الدائره الاولى. احنا مع العهد اكيد. نعم. لانه نحن منحب العهد. نعم. وين كاي سوى الكلمه باللي ما بيحب العهد. هذه اول نقطه. نعم. النقطه الثانيه بخصوص الانتخابات. في الشعب اللبناني ثلاث أقسام، شعب فهمين القانون. نعم. لأنه عم يتابع. شعب القسم الثاني مش فهمين ما الحق عليه، الحق على الأحساب اللي مش عم تفسر له مصبوط شو القانون كيف لازم ينتخب. نعم. الفريق الثالث اللي هو المندوبين. بدهم عم يتصلوا ببعض الأشخاص انتخبوا إكس أو ساد من حطون أصوات تفضيلية، بس مش عم يفسرونهم كيف لازم ينتخبوا. كيف يعني مدام؟ يعني أنا دقول مثلا يومين مش عارفين شو هو انتماء. بس ما هي عن جد كتير سهلة عملية الاقتراع. حبيبي نحن بنعرف ما فيها غير إكس. ما أنا الصورة اللي بدك إياها حطي إكس وخلصت. ما نحن أنا يمكن نحن عم نتابع. لا بس ما عم نفسر يعني. مصبوط. لا ما هي الجواب لكل يلي مش عارفين كيف بتتم عملية الاقتراع. ورقة كبيرة عليها كل اللوائح تبع الدائرة يلي فيها يمكن قضاء واحد أو أكثر من قضاء. بكل بساطة المرشح اللي بدنا إياه منحط إكس أو جوست فقط لغير، أوتوماتيكلي بتكون طرعت للائحة وعطيت الصوت التفضيلي. وهذا اللي عم بيشون عندي هذا ما عم بيفهموا عم فسلوني، وحتى ما عندي كيف بينتخبوا كيف الروايح كيف القانون عم ببعدهم إياه على الواتساب، يعني عم بيشرح لهم التفاصيل المملة. نعم يعطيك العافيه مدام. شكرا. انا عم نعمل بس عندكم ناس مش عم بيفسروا. نعم شكرا لك مدام يعطيك العافيه. من لك صباح الخير من جديد. ما بدنا نظلم كمان، بعتقد الاعلام عمل واجبه. هيدي النقطه تفسرت اكثر من مره، يعني عمليه الاقتراع هي ابسط من يعني من السابق حتى، يعني بمجرد ما تحط اكس واحد على المطرح اللي انت بدك تختاره يمكن اهون من انك تشكل لائحه مثل السابق. كاتيا ابو دامس كمان شكرا لكلماتك صاح الخير. بنتابع مع صحيفه البناء. سوريا تستكمل اخراج المسلحين حتى الحدود، والتوتر الايراني الاسرائيلي يخيم على المنطقة. ملف النازحين يتصدر الأولويات، ومجلس المطار ينمى عون، وإبراهيم يكشف تولي ملف العودة. نصر الله التصويت حماية لسلاح المقاومة ووفاء لإنجازاتها، ونواة مواجهتنا ممن حموا مسلحي الجرود.
نوصل لصحيفة الشرق اللي عنوانت عون لبنان لا يكون ساحة للتدخل في شؤون الدول العربية. الحريري: بيروت كانت وتبقى عاصمة المارد الأزرق. المطارنة الموارنة لتشكيل الحكومة سريعا لتنفيذ الوعود الدولية. المشنوق: الانتخابات ستكون آمنة ونتائج سريعة. واشنطن: إسرائيل هي التي أغارت على سوريا. أحلى شيء أنه الوزير المشنوق بيقول أنه النتائج ستكون سريعة، بس طولوا بالكم علينا لأنها أول مرة نستعمل هذا الطريقة، يعني بقى طولوا بالكم علينا. كيف سريعة وكيف طولوا بالكم علينا؟ كفة بركي أنه متوقعين دغري أنه عم ينحكى الساعة 9 بدون 10 وقت بتبلش، لأنه هذا السيستم جديد. بالمستقبل: تابع مطالب جازين وطمأ أهالي موقفي عبرة، وحذر البياريتا من فخ تعدد اللوائح لمصلحة حزب الله. الحريري: صيدا ستفك الحصار في 6 أيار. في أكيد عناوين إقليمية ودولية دولي. أخرى ننتقل إلى الكاريكاتير. كاريكاتير الشرق: عودة صناديق الاقتراع من بلدان الانتشار. دخلنا التاريخ. رئيس الحريري بيقول أمام الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوع. ونرجع 50 سنة مع عناوين النهار. خلينا نقرأ العنوان الأساسي. نرجع أوكي. إيه. مثل هالنهار بثلاثة أيار 1968، عنونة النهار: أمريكا تعرقل اجتماع مجلس الأمن. لتمنع توجيه اللوم إلى إسرائيل على العرض. لتمنع توجيه اللوم إلى إسرائيل على العرض. تظاهرات استنكار في بيروت ودمشق وأضراب عام في الضفة الغربية. المجلس الجديد ينتخب رئيسه في منتصف الأسبوع المقبل. المراجع العليا تلزم الحياد احتراما منها للعبة البرلمانية، والأكثرية ترفض إجراء مصالحة بين الدولة والنافذين على حساب مرشحها. بالكاريكاتير قلم الاستفتاء هنا بالانتخابات بمصر كان: قول لي يا أفندي الستات فين والتسعات فين؟ لأنه كان يطلعوا 99.99 بالدول العربية. اتصال جديد. صباح الخير. الو بونجور. بونجور، كيفكم؟ الحمد لله مدام. انا بحب علي على شغله، انه النواب اللي عم يدعوا العفه والوفاء وين كانوا لما مضيوا على الجمعه؟